تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الأسر المصرية. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. استمرارا للدور الاجتماعي الفاعل الذي تطلع به وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتقديم مساعدات عينية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بخاصة المرأة المعيلة. تتولى توزيع المساعدات على قاطني تلك المناطق الذين أكدوا على أهمية هذه المبادرة في تقديم الدعم لهم، بل وتعكس حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم معهم. أنا جنب التملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. الله يبارك له السيسي والناس الحلوة كلها اللي قامت بالواجب وحاسين بينا، وربنا يعينهم كمان وكمان. اعطونا كرتونه فيها خير ربنا كتير طبعا، وربنا يديك كمان وكمان يا ريس ويقويك على اللي انت بتعمله معانا. بنشكر السيد الرئيس اللي هو دايما فاكرنا وبيعمل لهم مبادرات على طول، واحنا معاه وكلنا واحد، وتحيا مصر. احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكايه مستمره من سنين، كل واحد فينا شرطه ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس على دعم الناس الفقراء والغلابة، ونقول الله يكون في عونك ونشكر اللي يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا ربنا يخلي الرئيس، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل بالتزامن مع قوافل المساعدات العينية، تحرص الوزارة على اصطحاب قوافل طبية في إطار المبادرة لتقديم الرعاية الطبية لقاطني المناطق الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وهو ما لاقى إشادة واستحسان المواطنين المستفيدين منها. النهاردة كشفوا للناس وادوهم علاج وكشف عليهم كشف كويس جدا، أحلى مغادرة وفيها جميع التخصصات الطبي والجميع التخصصات. جينا كشفنا وصرفنا علاج مجانا وسلمونا كراتين، والكرتونة فيها خيرات الله. جينا كشفت وخدت علاج لعيني وخدت كراتين، ربنا يطول في عمره وانا صايمه كده ويبارك فيه لمصر. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا علاج وخدمات طبيه وكراتين وبطاطين وكل حاجه حلوه. تولي وزاره الداخليه لدورها الاجتماعي اهميه كبيره، فهو احد مستهدفات الاستراتيجيه الامنيه التي تسعى دائما لدعم المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه.